لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاء بالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أيها النبي حسبك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله، إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق
كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم والذين آمنوا وهاجروا والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العزيز الحكيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله عزيز حكيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم
الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور ولكل أمة وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وإذا تتلى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير هو الذي ويعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حم عين سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ملك السماوات له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا إليك قرآنا
أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. أحسن التفسير ورفع الرجل على العرش وقام له سجدا وقال يا رجل هذا كله بهذا القبر قد جعل تعرفي رفعا وقد أحسن بي من أقوالنا إلى السجن وجاء لكل من أتبعك من أجر الشيطان بين الوجه إن ربي لطيف بما يشاء وعمله العليم الحكيم فاسألوها يقول الله عز وجل ورفع أبويه على العرش قال المفسرون قال بعضهم أبويه أي أبوه وخالته وكانت أمه قد ماتت قديما ولكن هذا القول بأن أمه قد ماتت لم يصح ورفع أبويه على العرش والعرش هو كرسي الملك وخر له سجدا أي سجد له إخوته الأحد عشر تعظيما وتكريما وتبجيلا وإعلاء لقدره واعترافا بمكانته وكان هذا جائزا في شريعتهم وكانوا يخرون لكبيرهم ساجدين تعظيما وتكبيرا ولكن هذا السجود احتراما قبلته الشرائع السماوية إلى حد شريعة عيسى عليه السلام ولكن في ديننا لا نسجد إلا لله عز وجل وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل أي قال يوسف عليه السلام لأبيه يعقوب إن هذا هو مآل وهو تفسير ورؤياي التي قصصتها عليك
حين كنت صغيرا. وتأويل الشيء عاقبته كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام: هل ينظرون إلا تأويله، أي هل ينظرون إلا وقوع يوم القيامة الذي وعدهم الله به؟ هذا قول المشركين تهديدا. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، أي هذا من لطف الله عز وجل بي إذ أخرجني من الأسر ومن علي بالحرية، ومن علي بالمقام الرفيع لدى الملك، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو. وكان يعقوب عليه السلام وبنوه يسكنون في البادية من أرض كنعان، وجاءوا لمصر قدوما لنبي الله يوسف. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فنسب النزغ والوسوسة إلى الشيطان، وكما وعدهم لا تثريب عليكم اليوم، فلم ينسب إليهم الشر. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحدكم إلى صاحبه بحديدة لعل الشيطان أن ينزغ في يده فيحدث ما لا يحمد ربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، أي أن هذا كله من لطف الله عز وجل وتدبيره ليوسف عليه السلام، فإنه كان من المحسنين. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم، العليم بأفعال عباده خيرها وشرها، الحكيم في تدبير الأمور على ما تقتضيه حكمته عز وجل. والله تعالى أعلم وأحكم.